السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم. أنا المعلمة رشا منذر الجاسم. لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثاني المتوسط في مادة المهارات الرقمية. عنوان درسنا برنامج معالج النصوص وورد، النص الفني وورد آرت في الفصل الدراسي الثاني. قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم، بسم الله. هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين. أولاً، أجلس في مكان هادئ بعيداً عن الإزعاج والضوضاء، كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح. أحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي، وأنصت وأستمع جيداً لمعلمي ولمعلمتي، وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيداً. في درسنا لدينا أهداف. هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على النص الفني وورد آرت في برنامج معالج النصوص وورد. أما عن أهدافنا الخاصة، أولاً أن يكتب الطالب والطالبة نصاً باستخدام النص الفني وورد آرت. ثانياً أن يحدد الطالب والطالبة النص باستخدام الفأرة. ثالثاً أن يحدد الطالب والطالبة النص باستخدام لوحة المفاتيح. ثالثاً أن يضيف الطالب والطالبة ظلاً للنص الفني وورد آرت. هيا نتذكر أعزائي الطلاب والطالبات، ولكن ماذا نتذكر؟ نتذكر ما أخذناه في الفصل الدراسي الأول. قلنا، تكلمنا في الفصل الدراسي الأول عن برنامج معالج النصوص وورد. قلنا أنه قد يطلب منا المعلم كتابة أسمائنا أو كتابة مواضيع أو جمل قصيرة. نستخدم بذلك برنامج معالج النصوص مايكروسوفت وورد. دعونا نتذكر هذا البرنامج. برنامج مايكروسوفت وورد قلنا هو برنامج لتحرير ومعالجة النصوص. من خلاله أستطيع كتابة النصوص وتنسيقها. كيف شكل أيقونة هذا البرنامج؟ تذكروا معي، قلنا لونها لون البحر ولون السماء. إذن ما لونها؟ رائع، لونها أزرق بداخلها حرف W مكتوب باللون الأبيض. أحسنتم، هذا شكل أيقونة برنامج معالج النصوص مايكروسوفت وورد. نتذكر مرة ثانية، ما لون أيقونته؟ أزرق أم أحمر؟ لون السماء. أحسنتم، أزرق. إذن لون برنامج أو شكل أيقونة برنامج معالج النصوص وورد لونها أزرق. إذن نستطيع من خلاله ماذا؟ كتابة النصوص، التعديل عليها، تنسيقها، وإضافة الكثير من الخيارات. إذن كما ترون هنا، من خلال برنامج معالج النصوص مايكروسوفت وورد استطعت كتابة هذا النص عن عالم الأسماك. وضعت صورة، أدرجت صورة، كذلك قمت بتنسيقه، جعلت الموضوع باللون الأسود والعنوان باللون الأحمر، واستطعت أيضا طباعته باستخدام، أحسنتم، برنامج معالج النصوص مايكروسوفت وورد. ساعدني بذلك كله. إذن قلنا نستطيع من خلاله كتابة النصوص، التعديل عليها إذا أخطأنا، كذلك تنسيقها، وإضافة الكثير من الخيارات المفيدة. كما ترون عندما نقوم بفتح البرنامج تظهر لدينا هذه الصفحة البيضاء، من خلالها نستطيع كتابة النصوص بواسطة لوحة المفاتيح. كتبنا قرأ الطالب الدرس، كذلك نستطيع تنسيقها، كانت باللون الأسود فجعلناها باللون الأحمر بواسطة خيارات متعددة تساعدنا على ذلك. كما ترون هنا لدي حجم الخط، من خلال حجم الخط نستطيع أن نجعل حجم الخط كبير أو صغير من خلال هذه الأرقام الموجودة. أيضا لون الخط، نستطيع أن نجعل الخط بألوان متعددة، أحمر وأزرق وأخضر، ألوان كثيرة. أيضا الخط أو نوع الخط، نستطيع أن نختار شكل نوع الخط المكتوب. نوع الخط مثلا نضعه على الأندلسي أو خط الرقعة أو خط النسخ، أنواع كثيرة من الخطوط العربية. إذن تعرفنا كيف نستطيع القيام بذلك كله. دعونا نقوم بالتطبيق العملي. لدي هنا كلمة المهارات الرقمية. إذن قمت بكتابة كلمة المهارات الرقمية، سوف أقوم بتنسيقها.
هيا نبدأ بتنسيقها. أولاً أحددها. لدي هنا لون الخط، هي كانت لونها أسود، أستطيع أن أجعل لونها أخضر، اخترت لون الخط. أيضاً أستطيع أن أجعل الخط أكبر كما ترون هنا. عندما أنقر على حرف الأي الكبير تصبح الخط أكبر، وإذا قمت بالنقر على حرف الأي الصغير تصبح أصغر. كل نقرة يكبر الخط وكل نقرة يصغر الخط، وأستطيع اختيار الرقم من هنا كما نرى. كل رقم أختاره، إذا اخترت الرقم الكبير 72 يصبح الخط كبير، أما إذا اخترت أرقام صغيرة 14 يصبح الخط صغير كما ترون هنا. أيضا أستطيع أن أختار شكل الخط المناسب الذي أريده كما نرى هنا. إذن أستطيع القيام بكثير من الأمور بواسطة برنامج وورد أو مايكروسوفت وورد. إذن أيضا نستطيع من خلاله حفظ ملف الوورد بعد الانتهاء من العمل عليه أو طباعته كما ترون. من خلال خيار ملف أختار خيار حفظ، بعد ذلك أختار مكان الحفظ، وأستطيع حفظ هذا الملف والرجوع إليه مرة ثانية. كذلك أستطيع طباعته كما قمت بطباعة هذا الملف. إذن تعرفنا كيف نقوم بالحفظ وكيف نقوم بالطباعة. هيا نتعلم الآن. ماذا سنتعلم؟ سوف نتعلم أننا نستطيع من برنامج وورد كتابة النصوص بطريقة جذابة وبطريقة جميلة من خلال استخدام مجموعة واسعة من خيارات التنسيق التي يمكن تطبيقها على النص. إحدى هذه الخيارات موجودة على شريط الأدوات. إذن شريط الأدوات يساعدنا في أعلى الصفحة كما ترون على إضافة لمسة فنية جميلة مميزة على النص الذي نكتبه. أين هو شريط الأدوات؟ كما نرى في الأعلى، هذا الشريط الطويل يسمى شريط الأدوات. أيضا يمكن كتابة عنوان النص بطريقة جذابة وبطريقة مميزة عن طريق استخدام ماذا؟ وورد آرت. سوف نتعلم كيف نستخدم وورد آرت. كما نرى هذا شكل وورد آرت عن قرب. عندما ننقر على شكل وورد آرت تظهر لنا كثير من الخيارات. عندما نختار أحدها نستطيع كتابة العناوين بطريقة منسقة وجميلة عن طريق برنامج أحسنتم وورد آرت أو خيار وورد آرت. هيا نقوم بالتطبيق العملي. كيف نستخدم وورد آرت؟ لدي هذه كما ترون، لدي هذه الكلمة أنشأتها عالم الأسماك، استخدمت وورد آرت لإنشائها. هيا نقوم بإنشاء وورد آرت آخر من خلال، لدي هنا شريط الأدوات كما ترون في الأعلى، أختار من إدراج، لدي هنا وورد آرت، أختار الشكل الذي أريده من شريط الأدوات الموجود، فلنختار مثلا هذا اللون أو هذا الشكل. نستطيع كتابة النص هنا، نكتب مثلا عالم الأسماك أو نكتب كلمة الأسماك، الأسماك. بعد أن نكتب الكلمة نستطيع كما ترون أو كلمة أسماك، نستطيع الآن أن نقوم بجعل الخط كبير من شريط الأدوات كما نرى هنا. استخدمت ماذا؟ استخدمت وورد آرت أيضا كما نرى. من خلال وورد آرت استطعت إضافة لمسة فنية جميلة على الكلمة أو على العناوين التي
نختارها. لدي عنوان عالم الأسماك، كتبته هنا في الموضوع، نسقته باللون الأحمر بدون استخدام وورد آرت، بينما في الأعلى هنا استخدمت الوورد آرت. لاحظوا الفرق. وضعنا لمسة جميلة ولمسة فنية ملونة على موضوع عالم الأسماك كما ترون على هذا الموضوع. إذا تعلمنا كيف نستخدم وورد آرت وكيف نستفيد من هذا الخيار الموجود لدي. لدي الآن نشاط صغير. النشاط رقم 1 في الكتاب، أرسم دائرة حول أيقونة النص الفني وورد آرت. هيا نتذكر شكلها، على شكل حرف أي كما ترون. حرف أي لا يحتوي أسفله على أي خطوط ملونة كما نرى. حرف أي أسفله خط ملون، هذا الخيار خاص بلون الخط، ولكن وورد آرت حرف أي فقط كما نرى هنا. إذن هذا هو الخيار الصحيح، وورد آرت. بعد أن قمنا بحل النشاط، لدي الآن توصيات لولي الأمر: توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة، كذلك الحرص على الجلوس الصحيح، مساعدتهم على حل الأنشطة، تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة، كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه، تعميمه في مواقف مشابهة، تفكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه. في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم، وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم. كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.